السلام عليكم، أهلا بكم دورة جديدة عن لغة السي شارب. هذه هي تعتبر الجزء الثاني من دورتنا عن السي شارب. الجزء الأول شرحنا به كيف نستخدم الكونسول، كيف نعرف الدوال الشرطية ودوال التكرار، أيضا الكونستركتر والأوبي اللي هي الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. في هذا الجزء، الجزء الثاني، سوف نشرح كيفية عمل برامج حقيقية بلغة السي شارب. طبعا راح نستخدم في هذا الجزء الويندوز فورم أبليكيشن، برامج شبيهة بهذه البرامج التي تظهر أمامنا. ممكن نختار أي برنامج شبيه بهذا البرنامج أو هذا البرنامج، مشروع مبيعات أو أي برنامج ممكن أن يخطر في بالك سوف يتم تنفيذه في لغة السي شارب. جميع هذه البرامج سوف نتعلم كيفية تنفيذها وكيفية استخدام أدوات السي شارب داخل الفيجوال ستوديو. يجب أولا علينا تنصيب الفيجوال ستوديو، أي نسخة ممكن نشتغل عليها. فيجوال ستوديو 2015 اللي راح نشتغل عليه بهاي الدورة حاليا. نفتح الفيجوال ستوديو، بعدها نختار نيو بروجكت، أو من فايل نختار نيو ومن ثم بروجكت. بعدها نحدد اللغة، لغة سي شارب. من عندها نحدد الويندوز، نختار ويندوز فورم أبليكيشن. طبعا هنا نكتب فريم ورك وهذا الديفولت راح يبقى. بالنسبة لجماعة الفيجوال ستوديو 2017، مجرد راح يظهر لكم هنا ويندوز فورم اب، مجرد اختصار الابليكيشن، يكتب لك فقط AWP ويكتب لك دوت نت فريم ورك اللي هي شبيهة بالويندوز فورم ابليكيشن، ماكو اي فرق. هنا ممكن ان نسمي المشروع نيم بروجكت 1 بهذا الشكل، اللوكيشن اللي هو مكان حفظ المشروع اللي راح يخزن به هذا المشروع، بعدها نضغط على اوكي. ننتظر حتى يتم فتح المشروع. إذا تم فتح المشروع بهذا الشكل. هذه هنا لدينا البروبرتيز الخاصة بالفورم، هذا هو شكل الفورم اللي راح يتنفذ بالأكواد اللي راح تكون داخل هذا الفورم. هذه هي عبارة عن واجهة راح تظهر للمستخدم عند تنفيذ البرنامج. هذه البروبرتيز الخاصة بهذه الواجهة، كيف نتحكم بالألوان أو السايز، كل شيء ممكن أن نحصله بالبروبرتيز. من هنا يمكن أن نعمل على الأحداث، البوتون والتكست بوكس، سوف نلاحظ بالدروس القادمة إن شاء الله. هنا يتم عندنا السوليوشن إكسبلور اللي هي ملفات المشروع، بروجكت الملف التنفيذي أو ملف المشروع العام. هنا لدينا البروبرتيز، هاي البروبرتيز الخاصة طبعا بالمشروع ككل. هنا لدينا اسم المشروع ايضا، هنا لدينا ايقونة المشروع، ممكن ان نختار منها ايقونة سوف تكون خاصة بالمشروع. هنا يتم اصدارات جميع الويندوز ابليكيشن والدوت نت فريم ورك، يعطيك جميع الاصدارات التي سوف يستخدم بها المشروع. هذا بالنسبة للبروبرتيز. الرفرنس هنا يتم استخدام المكتبات داخل السي شارب، ممكن ان نضيف مكتبات خارجية ونعمل عليها. هنا ايضا عندنا الاب كونفيج والسي بروجرامينج. هنا السي بروجرامينج اللي هو سوف يتم تنفيذه عند تنفيذ المشروع مباشرة. هنا في هذا السطر static void main new form 1، هاي الفورم 1 انه هاي الفورم 1 لو نجي نلاحظ انه هاي الفورم 1 سوف يتم تنفيذها عند تنفيذ المشروع مباشرة. راح نشوف انه يظهر لنا اكثر من فورم، نصنع اكثر من فورم، ممكن اكثر من واجهة. هنا نختار لو ممكن ان
فورم 2 نريد تنفيذ الفورم 2 بالبداية عند تنفيذ المشروع. هنا الديفولت انه فورم 1 يعني في بداية المشروع، انه اول ما راح ننفذ راح مباشرة تطلع لنا الواجهة الاولى اللي هي الفورم 1، بعدها نقدر ننتقل للواجهات البقية. هاي بالنسبة لملفات المشروع. هنا ايضا عندنا التيم اكسبلور، هاي حاليا ما راح نشرح عليه. ايضا هذه الخصائص ممكن ما راح تلاحظوها بهذا الشكل، ممكن تكون بهذا الشكل، او اي خاصية تردوها من هذه الخصائص ممكن ان نذهب الى فيو، بعدها نختار عندنا التول بوكس راح نشتغل عليه، وايضا السوليوشن اكسبلور، وايضا السيرفر اكسبلور. هاي بالنسبة للسيرفر اكسبلور راح نعمل به الداتابيس، بعدها راح نربطها بلغة السي شارب. بالنسبة للتول بوكس، هذا هو التول بوكس اللي راح نستخدم به ادوات الخاصة بالسي شارب. هذا السيرفر اكسبلور، هذا التول بوكس لو نجي نلاحظه، هذه هي جميع الادوات اللي راح نستخدمها مثل البوتون والتكست بوكس، مجرد سحب وافلات داخل الواجهة بهذا الشكل راح نقدر نعمل على هذه الخاصية. خلينا نحذفها حاليا، راح نشرح عليها ان شاء الله بالدرس القادم. هاي بالنسبة للفورم. اما انه بعد اكتمال المشروع كيف نقدر نحصل على هذا الملف التنفيذي الخاص بالمشروع، مجرد ما نذهب الى بروجكت كليك كيمن ونختار اوبن فولدر، بعدها ندخل على مجلد البن، بعدها على الديباج، وهنا لدينا المشروع بصيغة .exe. ممكن ان ناخذ هذا المشروع ونختار كوبي وننسخه على سطح المكتب، او ممكن ان نعطي لأي زبون ممكن ان يتم تنفيذه على حاسبة غير هذه الحاسبة. ان شاء الله بالدرس القادم راح نشرح جميع هذه الادوات وجميع البروبرتيز الخاصة بهذه الادوات.